اخوان كيف ما كتشوفوا معنا هذا السيد صاغب هذا الكوخ الخرافي الاخوان، واحد تحفه فنيه جميله بزاف، يعني غير من العواد الاخوان، عواد يعني كيجمعهم من الشجر، وغادي يصاغب يعني هذه التحفه الفنيه جميله بزاف العواد وبالسلكه الاخوان، كتزهزم الاخوان ماشي بعيد شي طيح بهم لتمانه ما مرصياش مزيان كضرب لها اخوان يعني ميكا من الداخل. شو معنى يعني استعمال الاخوان في الاخير اللي غادي تصلح ليه يعني هاد الكوخ او هاد العشرين اللي كيبنيو كفوق على الارض، واخوان يعني كيشعل العافية علاش شعلها ما نعرف. شوفوا شو باغي يصنع الاخوان، هاي اي عمر اتاي ناضي. ويا الاخوان يعني هاد الفكرة وهاد السيد يعني كيفاش عايش في الطبيعة يعني وكيفاش بنى هاد الكوخ يعني في هاد البلاصة هادي. فهاد الكوخ الاخوان يعني قديما كانت عندو واحد الاستعمال الاخوان، هو انه الناس اللي كانوا كي مزارعين كانوا كيزرعوا الارض كانوا كيديروا بحال هاد الكوخ يعني الفوق في العمود او عشا يعني، وكيحضيو منها يعني المحاصيل، كيحضيو الا جاو شي شفارة الا جا شي طيور شي حاجة كينشوه. شو مع الاخوان يعني هو تقريبا قرب فيني يا الاخوان اليوم التالي مازال اخوان خدام فيها يعني شدات له اليد بزاف، وصراحة الإخوان يعني فيها تمارين يعني باش تجيب العواد مصافيهم ديك الطريقة وتنشرهم تقطعهم، صراحة الإخوان هذا راه فن يعني الإخوان فيها التمارة. وتحية لهاد الناس الإخوان بحال هاد الناس يعني اللي عندهم هاد الهواية ديال بناء المنازل يعني من العواد ومن الطين والغيس ومن الحجر، كيجيبو هاد الأشكال جميلة. والإخوان يعني جاب هاد الربيع هذا يخلطو مع الغيس وقيلة غادي يملس، وقيلة يضرب المرطوب لي من لسد الكوخ تماما الاخوان. وفكرة عبقرية الاخوان، عجبكم الفيديو الاخوان لايك وبارطاجيو معكم، وتحية للجميع.